أصدقائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسرني العودة إليكم من جديد، أتمنى أنكم جميعا في أحسن الأحوال. إذا إخواني، عندما يتعلق الأمر بالمصابيح الكهربائية، فلعل أفضل مصابيح اخترعها الإنسان إلى حد الساعة هي مصابيح الليد. لماذا؟ لأنها تعطي إنارة قوية متوفرة بألوان متعددة، اقتصادية جدا في الطاقة، وأيضا فإنها لا تولد أي حرارة. وبطبيعة الحال الجميل أنها متوفر بأشكال وأحجام، على شكل شريط، على شكل مصباح، إلى غير ذلك. لكن مشكلة مصابيح الليد أنها في الغالب تعمل إما على تيار 12 فولت أو تيار 220 فولت مباشرة بقابيس التيار الكهربائي، ما يجعل توظيف هذه المصابيح محدود في أماكن محدودة مثل السيارة أو مباشرة في المنزل. لذلك في حلقة هذا اليوم إن شاء الله أحببت أن أعرفكم على مصابيح الليد من نوع خاص. لماذا؟ لأنها تعمل فقط على تيار 5 فولت، أي من منفذ اليو اس بي، حيث يمكنك تشغيلها مباشرة مع التلفاز أو مع الحاسوب المحمول أو مع باور بانك أو مع شاحن الهاتف، والقائمة طويلة جدا. الجميل في هذه المصابيح أنها أولا تعطي جميع الألوان، يعني نفس الشريط يعطيك جميع الألوان. أكثر من ذلك تأتي مع الريموت كنترول، وأكثر من ذلك أنها بطول 5 أمتار، يعني طول 5 أمتار مقابل 5 فولت، تخيل معي. إذا إخواني، قبل أن نتعرف على هذه المصابيح ونقوم بتركيبها، لمن يرغب في الحصول عليها كالعادة تجدون الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا ابقوا معي. والآن لاحظوا معي، أنا أشاهد أحد الأفلام على التلفاز، سوف أقوم بتشغيل هذه المصابيح. لاحظوا معي، يمكنني استبدال الألوان أو الفلاش. يمكنني اختيار أي لون بطبيعة الحال. هذه الرؤية من زاوية أخرى أقوم بتشغيلها. إذن كما ترون هذه هي الأكياس، وصلتني حتى باب منزلي بطبيعة الحال. إذا دعونا نقوم بفتح الكيس الأول. كما ترون هنا لدينا وصلة USB، وهنا لدينا بوردة موجودة بالداخل مع أداة استشعار للريموت كنترول. طبعا الحال لدينا هنا ريموت كنترول وكتيب الاستخدام، وأخيرا أهم شيء ألا هو شريط مصابيح الليد بطول 5 أمتار. بطبيعة الحال يمكنك طلب أي عدد من الأمتار تريده، أنا شخصيا فضلت 5 أمتار. وكخطوة أولى سوف نقوم بتركيب هذه الوصلة مع المصابيح. كما ترون لدينا هنا هذا السهم، نقوم بتوصيله مباشرة مع هذا المثلث باللون الأحمر هكذا. والآن كما تلاحظون لدي هنا حاسوب، سوف أقوم بتجربتها مع منفذ USB الخاص بالحاسوب. إذا وكما ترون هذه هي الإضاءة. الجميل أنه يمكنك من خلال الريموت كنترول اختيار أي لون، مثلا أختار الأحمر. سوف أقوم أولا بتشغيلها. إذا أختار الأحمر، أو يمكنني أن أختار مثلا الأخضر أو الأزرق أو الأبيض، أو يمكنني عمل فلاشر أو التلاعب بالأضواء. أو يمكنني اختيار ألوان أخرى. لاحظوا معي، لدي هنا قائمة كبيرة من الألوان. وما يميز هذه المصابيح أن بإمكان مصباح واحد فقط أن يعطي مجموعة من الألوان. لاحظوا معي، كل مصباح فهو يعطي 3 ألوان. والجميل أيضا في هذه المصابيح أن بها مصابيح متقاربة جدا، ما يعطي إضاءة قوية. بطبيعة الحال الجميل أيضا أنه يمكنك قص أو قطع هذه المصابيح كل سنتيمترين، يعني إذا أردت تقطعها وعمل مثلا النصف مع التلفاز والنصف الآخر مع الحاسوب أو إلى ذلك. بطبيعة الحال في ظهر هذه المصابيح يوجد شريط لاصق، لاحظوا معي، هذا الشريط يمكننا من لصق هذه المصابيح سواء مع التلفاز أو المكتب أو في الغرفة. إذا باستعمال أداة القياس سوف أقوم بقياس محيط هذا التلفاز. ثم نقوم بقياس طول هذه المصابيح حتى يتناسب مع محيط التلفاز. بطبيعة الحال بعد ذلك سوف نقوم بعملية القص، حيث أن عملية التقطيع يجب أن تكون فوق هذه النقاط النحاسية، يجب أن تقوم بقصها من الوسط. ثم نقوم بإزالة هذا الشريط اللاصق من أجل إلصاق هذه المصابيح في خلف أو في ظهر التلفاز.
وكما ترون هذا هو التلفاز، قمت بإلصاق شريط مصابيح الليد في الخلف، لاحظوا معي، على طول محيط التلفاز. وأخيرا أقوم بتركيب وصلة اليو اس بي في المكان المخصص لها في التلفاز هكذا. والآن لاحظوا معي، أنا أشاهد أحد الأفلام على التلفاز، سوف أقوم بتشغيل هذه المصابيح. لاحظوا معي، يمكنني استبدال الألوان أو الفلاش. يمكنني اختيار أي لون بطبيعة الحال. وهذه الرؤية من زاوية أخرى أقوم بتشغيلها. Thank you.